حياكم الله مشاهدينا. حق التظاهر المكفول دستوريا وقانونيا يتعرض بالعراق لأشد أنواع القمع والإقصاء من قبل كل الحكومات، حتى صار الشعب العراقي يتوقع نهاية كل تظاهرة قبل بدايتها، ويعرف الفيلم اللي راح تنتهي به وبالتصريحات الحكومية اللي هي عبارة عن قوانة مكررة بكل تظاهرات وبكل الأحداث. ما حدث في حكومة عبد المهدي يعيد نفسه الآن. عندنا دم وقع بساحة التحرير، وعندنا قتلة تم الكشف عنهم. هل ستقوم الحكومة بمعاقبة الجنات؟ وما مصير المغيبين والمختطفين من المتظاهرين اللي تم خطفهم واعتقالهم؟ لنتابع. وأخيرا تم الكشف عن هوية قتلة المتظاهرين بالحادثة الأخيرة صارت بساحة الطيران وساحة التحرير، حيث تم إعلان نتائج تقصي الحقائق، وعلى لسان وزير الداخلية أثبت التحقيق أن الشهيدين أصيبا ببنادق صيد طالعين تحمون المتظاهرين لو طالعين الصيدون، وتم استخدامهم من 3 منتسبين بوزارة الداخلية بشكل شخصي، وراح يتم تشكيل مجلس تحقيق بهم داخل الوزارة لمحاسبتهم. اللي استشهدوا قبل ما راح تحققون وتكشفون ايش صار وياهم؟ هيلا الألمانية بيوم وليلة افرجوا عنها، والهاشم لحد هسه ماكو نتيجة على حادثة قتله، ونص انخطفوا ونص معتقلين. شنو مصيرهم؟ شباب ابتلوا بلوى من طالبوا بحقوقهم، احترقت خيمهم وانقتلوا وانقمعوا. مصادر تقول اكو احزاب تحاول تأجج الوضع وتصادم مع القوات الأمنية. اكو شخص يقدر يكشف هاي الاحزاب ويعلن عنها وعن تواجدها وسيطرتها على بعض المداخل والمخارج التابعة للتحرير؟ تتوقعون الكاظمي راح يكشف ويعلن امام الجميع؟ لو مثل الحكومات الباقية المرت علينا راح يغلس. اسئلة تدور حولها شبهات، والعراقيين منتظرين الاجابة عليها. وهل من الممكن اللا دولة اقوى من الدولة؟ عجيب يا عراق، مخروق محروق مقتول، والله حيرة. الشق كبير والرقعة صغيرة، والسلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا بحلقة جديدة لقريب منكم. قبل ما نبدأ بمحاور حلقتنا اليوم، أرحب بضيوفي داخل الاستوديو السيد اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا الناشط والصحفي يوسف الخفاجي، وأيضا ضيفي الثالث الدكتور فتاح الشيخ، سياسي مستقل. حياك الله سيادة اللواء. قبل ما أبدي حديثي معك وأسئلتي، وأيضا أترخص من جنابك وأترخص من الدكتور فتاح الشيخ معذرة، خلي أبدي ويا يوسف الخفاجي، ناشط مدني وصحفي، حتى يحدثنا عن القصة بأكملها اللي صارت بساحة التحرير قبل عدة أيام. تفضل يوسف. نعم، تحية طيبة لكم. شكرا أستاذ ياسر، تحية لسيادة الزماء وضيوفي الكرام والمشاهدين. قبل ذلك يعني اسمح لي بتهنئة العراقيين والمسلمين في هذه الأيام المباركة، وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور لحجاج بيت الله الحرام، وإن شاء الله يعني يرزقنا وإياكم حج بيته. اللي حدث هو يعني تصعيد من شباب موجودين في الساحة، تصعيد سلمي يعني، بالتالي هم يعني ناشطين لا يمتلكون أدوات وكذا وأسلحة. فمجرد هذا التصعيد أدى إلى أنه يصير يعني رد فعل هو ليس بغريب حقيقة. نعم. يعني من قوات حفظ النظام أو غيرها اللي كانت بالساحة، فأدى إلى استشهاد يعني لغاية الآن المعلن عنه 2، لكن أنا وصلني قبل قليل خطية حتى شاب صغير اسمه كرار
هم استشهد بهذه الحالة للأسف. إلى اللي هي قبل عدة أيام يوم نعم هسه قبل قليل الآن صور تظهر بالإعلام، حتى عائلته خطية الآن بالتحرير موجودة وهو الآن في الطب العدلي. يعني اللي صار هم 4 شهداء سقطوا، يعني هو بالتالي إذا كان عراقي واحد فهي جريمة بحق الإنسانية اللي موجودة في العراق. فهذا يعني للأسف صار شيء معهود أنه يعني يقابل هؤلاء الشباب اللي موجودين في الساحة بهذا العنف وهذه الطريقة وهذا الشكل. يعني أنت تدري أستاذ ويدرون العراقيين أنه أكثر من 600 شهيد لغاية الآن، وإحنا في انتظار إعلان الأسماء، أسماء الشهداء. فهي بالتالي اللي صار شيء ممكن الحديث عنه واختزاله بأنه تصعيد عادي في مثل كل مرة تمام متواجد بالساحة وفعاليات من الشباب شافوا أنه في ذيقار، أكو فد موجة يعني صراع حول الكهرباء وفي النجف وفي بابل، بالتالي هذا حماس ثوري موجود. يعني من المفترض أن يحتذى به أو أن تتم هناك حماية حقيقية لهم، لكن للأسف يعني صارت وكأنما يعني شغلة مسيسة. وهناك مثل ما وضح لنا في بعض التصريحات أكو جماعات وأكو فجهات أخرى موجودة في الكفة الأخرى في الطرف الأمني هي التي تريد يعني بصورة أو بأخرى زحزحة الصورة، أو يجوز لإحراج السيد الكاظمي في هذه المرحلة لا نعلم. طيب. نحن كمتظاهرين نريد حماية بالأخير، نريد حماية وتحقيق مطالب. نعم. فهذا اللي حدث حقيقة حول سؤالك يعني. نعم. طيب قبل ما أنتقل إلى السيد يحيى رسول اللواء يوسف، حدثني عن الحادثة الواقع اللي صار بالداخل اللي شفته أنت بعينك وشلون احترقت الخيم حتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع. أريد تركز لي على هذا الموضوع، شلون طبوا، شو وقت طبوا، بأي ساعة، منو اللي رمى، التحقيقات تقول على بعد مترين، أكو أحزاب بالداخل، أكو أشخاص أو أجندة داخل ساحة التحرير. أنت من قلب ساحة التحرير يوسف. أستاذ بالنهاية إحنا في موقع، يعني قبل قليل كنت في حديث مع سيادة اللواء حول القضية. المنطقة الجغرافية الآن يعني بها يعني فد يعني فسيفساء يعني موجودة في العراق. زين. الثائر يعني أنا بالتالي ما أري يعني اسمح لي يعني بهاي الكلمة، أنا بالتالي من طالع في مظاهرة طالع من هذا الشعب، شعب 17 سنة. أكيد. أنت اعطيتني هذا الشعب، أنت اعطيتني هذا النتاج. يعني أنا مو داشين الناس اللي وياي لا. لكن هذا نتاج الحكومات اللي موجودة. أنا بيش أريد نظاهر عمار بن ياسر مع احتراماتي، يعني بيش أريد نظاهر. لا والله هذا عراقي بالنتيجة، هذا بالأخير هذا اللي المظهر اللي أشوفه بسببك اللي يصير. فدا صار تصعيد ودا صار حرق للخيم، بالتالي هو ما يقعد يعني ويخلي ناس وياه هي اللي تتجرأ وتحرق الخيم. إحنا اللي يصير عندنا إنه هناك شيء غير منطقي في التعامل مع هؤلاء العراقيين بالنتيجة. ليش دائما يصير التصعيد بصورة مبالغ بها من القوات الأمنية أو قوات حفظ النظام مع هؤلاء؟ هذا يدل على أنه هناك قرار موجود لدى بعض الجهات، وهناك عقيدة حقيقة. نعم. عقيدة يعني هاي يمكن سيد اللواء أفضل مني بشرح هاي القضية. أكو عقيدة موجودة الآن في وزارة الداخلية، في غيرها، في غير جماعات في الطرف الثالث اللي هي شنو، هي مصر على أنه هذا المظهر من مظاهر الاحتجاج والمطالبة بالحقوق. نعم. يجب أن يقمع بصورة أو بأخرى، يجب أن يسكت عن طريق القمع. طيب. الدماء العراقية يجب أن تسكت بالرصاص فقط. طيب يوسف أنت تقول بأنه القوات الأمنية تجيها توجيهات. نعم. يجب أن تقمع المتظاهرين. نعم. الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء، أريد أسألك على هذا السؤال سيادة اللواء يحيى، هل صحيح أكو توجيهات لقمع المتظاهرين؟ أنت على حكومتين، على حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظم الآن، الحكومتين مرت عليك. أكيد. سمعت هيك توجيه أو التمست هيك توجيه من قبل رؤساء الوزراء اثنيناتهم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للأخ يوسف وأيضا دكتور فتاح الشيخ الصديق العزيز والسياسي المستقل. شوف أنا أتكلم بصراحة. نعم. لكن قبل أن أتكلم لابد أنه من خلال شاشتكم الكريمة أتقدم بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق وشعب العراق أجمعين، وأن
أن يدفع عنا البلاء والسلامة والأمن والأمان للعراق ولشعب العراق، وإن شاء الله يا ربي نعبر هذه المحن بتكاتف الجميع. أنا كنت يعني حقيقة في حكومة الدكتور عادل عبد الملك المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، وبعد ذلك انتقلت إلى وزارة الدفاع ومدير مديرية الإعلام ومتحدث باسم وزارة الدفاع، وكنا حقيقة يعني كان هناك نقدر نقول في قيادة الشرطة الاتحادية كان أكو مركز عمليات نتابع ونشوف ديس من خلال شاشات المراقبة. أكيد أكيد. والكثير من الاجتماعات اللي حضرتها لم ألمس ولم أسمع، وهذا أمام الله سبحانه وتعالى، أنه أكو أي توجيه بأن تقمع المظاهرة. سيادة اللواء يعني القوات الأمنية هسه أنت منطيتني الإجابة، قلت ما ألتمس، أخليك تكمل أعطيك الوقت اللي تريده إن شاء الله. لواء يحيى، يعني هسه أنت من خلال كلامك دا تأكد بأنه ماكو أي توجيه لعد اللي دا يصير بساحة التحرير. أعطيني مجالك كمل. اجتهاد فردي. أعطيني مجالك. تفضل. لم ألمس ولم أسمع ولم أشاهد أنه أمامي أثناء يعني وجودي بعدة يعني اجتماعات أنه كان هناك توجيه قمعه أو قتله أو غير، لا بالعكس. وحتى صدرت أوامر بأنه السلاح بعد ما صارت أنه بعد السلاح ما حد يشيل بيها زين، فقط الهراوات وأدوات مكافحة زين الشعب. وأيضا بعد أن تسلم السيد رئيس مجلس الوزراء القائد عن القوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يعني رئاسة الوزراء، وكان لي أول لقاء لي وياه بعد أن تم تكليفي بمهمة الناطق باسم القائد العام القوات المسلحة، وحقيقة كان يعني الهم اللي عنده أنه المتظاهرين وكيفية حماية المتظاهرين، وتوجيهاته كانت دقيقة. وذكر عندما جلست تكلمت أنا وياه يعني قال المتظاهرين شبابنا وأهلنا وولدنا دولة، لازم نحميهم ولازم ننهي كل هاي المأساة اللي صارت بالمتظاهرين ويا المتظاهرين. شوف في بداية أحداث ذكر 1/10 تشرين كانت أول ما بدت المظاهرات، أنا كنت موجود، كان أيضا مجموعة من منتسبي وزارة الدفاع حشد وزارة الدفاع كانوا موجودين في حينها قبل أن يعني تطوق وتبديل، فالتقيت بهم، كانوا الشباب أيضا في بداية يعني شبابنا المتظاهرين السلميين كانوا في بدايتهم أيضا، كانوا تجمعات في بداية بسيطة تجمعات بسيطة. وللحقيقة أقول أنه يعني القوات اللي كانت موجودة هي ليست قوات مكافحة شغب، وتعرف أنت اليوم شنو لعد نوع القوات يعني كانت في البداية قوات عسكرية موجودة يعني اللي هي الحمايات يعني القطاعات الموجودة بالبداية زين. بعد ذلك بدأنا باستخدام أول ما بدأت المظاهرات رأسا بدأوا بوصول قوات مكافحة الشغب، هذه القوات مدربة على كيفية التعامل مع المتظاهرين، لكن ممكن أن تحدث أخطاء فردية تصير هذه الأحداث الأخطاء، كيفية استخدام يعني الخطأ يولد قتل، ممكن إذا كان استخدام البندقية خاصة اللي هي خاصة بخرطوش الغير مدربين بصورة جيدة، إذا تسمح لي ممكن أنت اليوم في حالة، شوف أنت اليوم متظاهر يجي ويدخل على يعبر ومثلا يتجاوز خطوط معينة ويدافع ويصير بينه وبين المنتسب ممكن غلط ممكن غير، ممكن أكو في بعض الأحيان أيضا يعني احتكاك يصير قوي ما بين المتظاهر وما بين قوات الشغب، تدري هذا من يستخدم السلاح مالته بحاله من الهوسه ممكن والخربطه ممكن ما يستخدمه بالشكل الصحيح، واضح على كلامي؟ يعني انت اليوم تريد ترمي قنبله دخان لازم ترميها بهذا الشكل، بهذا الشكل هو الاعلى، ليش؟ نعم تنطر قنبله مال الدخان وتسقط ما تقتل على مود من تصعد هذه القنبله يعني باتجاه عالي راح الكل شيء يشوف هذه القنبله، لان هي ايضا من تنطلق بها دخان اكيد، وعلى مود العالم شو تسوي؟ تتفرق من أدها كمتظاهر تتفرق وتوقع، في بعض الأحيان ممكن من السرعة ممكن من الضغط اللي يصير عليه ممكن ما يستخدمه بشكل صحيح، ممكن يصير بهذا الشكل يصير، فلهذا أكو أو شباب ما منتبهين تجي القنبرة مال الدخان وتوقع عليه، الوضع كان مربك بشكل كبير. نعم بعد ذلك الأوامر اللي صدرت وأنا كنت موجود بها
انه الابتعاد عن حمل السلاح. اكو حقيقه كان من يحاول ان يعني اقدر اقول مجاميع تدخل بين المتظاهرين بين القوات الامنيه. شو تريد تسوي؟ تسوي فتنه ما بين المتظاهرين وما بين القوات الامنيه. زين. انه يستهدف القوات الامنيه يغلط عليهم مثلا يضربهم بحجاره او الملتوف او ما شابه ذلك. الغايه من عنده شو يسوي؟ يخلق شنو؟ فجوه ما بين المتظاهرين وما بين بس القوات الامنيه. بس سياده اللواء هذا مو تبرير للقتل يعني احنا لا 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 اسمح لا 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 لا, لا, لا. اني احكي وياك اني ما دا برر القتل. لا تمام اي وضح لي تمام لا لا لا, 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 لا تعطيني مجال اكمل تدت تمام تسالني انا اقول لك تمام صح ولا غلطان؟ تمام. اولا لا ابرر القتل ولا اقبل بالقتل ولا نسمح, والاوامر الصادره من السيد القادر عن قوات مسلحه اوامر صارمه ودقيقه بعدم استخدام الرصاص الحي مطلقا. طيب على هاي النقطه إيه؟ مطلقا اسمح لي. من 1-10 الى حد هاي اللحظه لنفرض بانه الاخطاء والشباب اللي استشهدوا الله يرحمهم كانوا بسبب اخطاء القوات الامنيه, ما شفنا احد من القوات الامنيه تحاسب او تحاكم. لا 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 اسمح لي لا, لا ما شفنا لا لا اسمح لي. في احداث تشرين شكلت لجنه برئاسه اتذكر السيد وزير التخطيط نتائجها اسمح لي. اكو ضباط العديد من اكو ضباط الحاله ومحاكم, اكو ضباط انعزلوا من اماكنهم لجنة وطلعت قراراتها. لكن كان اكو تغيير لقيادة عمليات بغداد, هذا واحد يتغير قائد يجي غير لا قائد, لا قائد لا لا قائد عمليات او كذا. لا اسمعني لا لا يعني اتذكر في عدد محافظات اعتقد في محافظة واسط او ما اتذكر بالضبط اي محافظة كان قرار واضح قصروا عدد من الضباط قادة آمرين اكو قسم منهم طلعوهم بس ما تم مثل هاي الطريقه اليوم بس ما موجود اليوم مو مثل الطريقه اليوم اللي طلع بها وزير الداخليه وقال اكو لك الوقت بس انت تعطيني مجال اوضح لك شنو اللي موجود. اكو اختلاف هسه اكو اختلاف بالكلام اليوم وزير الداخليه طلع قال ثلاثة رائد وملازم اول حددهم ومنتسب اني ذا احكي ما كان هيك ما شفنا قبل اذا تسمح لي انا احكي لك على اللي شفته اني واللي شفته بعيني في الحكومة السابقة وهذه الحكومة الآن تختلف. زين. يعني من إجى السيد رئيس مجلس الوزراء لا أصر سيد القادر عن قوات مسلحة. زين. إنه أنا قلت لك كان همه الرئيسي هو حماية المتظاهرين. تمام. أولاً المتظاهرين إخواننا ولدنا يعني هو من المتظاهر أخويا وصديقي وابن عمي وجيراني وغيره. مين هو؟ طلع الدستور كفله إنه يطالب بحقوق المشروع اللي كفله يا الدستور. إنه أنا غلطان. اني المفروض علي شنو واجبي؟ واجبي انه احميه اوفر له الحمايه. اني قلت لك كان هنا يعني احنا نخاف دائما من شنو ونريد نتجنب انه لا يصير احتكاك او فتنه ما بين المتظاهرين وما بين منو القوات اللي مسؤوله عن حمايتهم. زين. لهذا ممكن اني حقيقه حتى على اتصال في يوم اللي صارت الحادثه مال ساحه الطيران. نعم ساحه الطيران. نعم. يعني اتصل بي حتى الـ 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 الاخ منتظر زيدي. زين. وحكيت وياه بالحرف الواحد قلت له استاذ منتظر اخوي العزيز رجاء لازم يعني نتعاون بيناتنا وهذا التوجيهات السيد القائد العام انه ما اريد اي دم عراقي يعني يوقع على الارض لانه غالي وعزيز علي. وصلت الفكره. الان انا حكيت عنه سابق واحكي لك عنه. الان توجيه السيد القائد العام قوات مسلحه واضح وصريح. الكشف واللجان التحقيقيه يعني من اعطى 72 ساعه انه تطلع هذه شكلت هذه اللجنه وتطلع بنتائج. بالفعل اليوم اللجنه كأكمل طلعت بنتائج وانطت الاسماء الشيخ رايه بان وبالمناسبه الماده القانونيه اللي انحالوا عليها الضباط الاثنين والمنتسب هي 406 على واحد على اليف او على واحد هي القتل العمد هاي. نعم. وهذه توصل الحكومه الحكم مالت الاعدام. نعم نعم. طيب سياده اللواء شباب انطوني الدكتور فتاح الشيخ حياك الله. دكتور فتاح شنو رايك بنتائج التحقيق اليوم اللي تم كشفها من قبل وزير الداخليه؟ شكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء لا يسعني إلا أن أتقدم بأحر التعازي إلى شعبنا العراقي وإلى أسر وعوائل الشهداء الذين ارتفعت أرواحهم في ساحة التحرير ظلما وجورا لمجرد أنهم خرجوا للمطالبة بحقوق حقيقية لهذا البلد المظلوم المضطهد. كما في الوقت نفسه أهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتحية خاصة إلى أخي وعزيزي اللواء يحيى رسول في عودته إلى هذا المكان، لأنه أهلا لقول كلمة الحق عندما تظهر شخصيات مثل يحيى رسول تقدم تحليلا منطقيا تعبر عن وجهة نظر الحكومة. كما أحيي ضيفي العزيز المتظاهر وجميع المتظاهرين في العراق اليوم، وأعتذر عن الإطالة. اليوم عندما نريد أن نشخص ما يحدث في البلد تلاحظ أنه كل ما يدار في هذا البلد يدار بطريقة سياسية حزبية محاصصاتية، وأنا أرى شخصيا أن الأحزاب قد أثرت حتى على أغلب اللجان التحقيقية التي يراد منها الوصول إلى النتائج الحقيقية وإعطاء كل ذي حق حقه. اليوم عندما نسمع السيد وزير الداخلية المحترم يدلو بدلوه في المؤتمر الصحفي، نعم ما قاله السيد الوزير فيه نسبة عالية من الصواب، لكن أقول على السيد الوزير المحترم أن يسأل ضباطه ومنتسبينه من منعتهم ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك الحزب. يتمكن السيد الوزير المحترم أن يعرف الضباط الموجودين والشخصيات والمنتسبين الموجودين الذين يستخدمون السلاح في ظل الدولة. نانا هاي نقطة مهمة على السيد الكاظمي أن ينتبه لما يقوله فتاح الشيخ. هنالك من يستخدم السلاح الشخصي أو الحزبي أو الانتقامي للمواطن العراقي في ظل واجب حكومي، وهذا ما حدث مؤخرا في ساحة التحرير، وكما سبقه في أزمة جسر السنك وساحة الخلاني. هنالك جهات حزبية دخلت في ظل واجب حكومي قتلت ما قتلت من أبناء الشعب العراقي في ساحة التحرير وخرجت ووقع الظلم على الحكومة وعلى قوات الأمن. دكتور، لمن تابع هاي الجهات برأيك أنت؟ لمن تابع كسياسي مستقل وكاشف الأمر وعندك اطلاع على اللي دا يحدث من وضع أمني وأيضا من وضع أمني داخل ساحة التحرير وبصورة عامة، منو برأيك هاي الجهات؟ جهات غير حكومية، جهات غير حكومية تريد خلط الأوراق وتحسب هذه الخروقات على الحكومة. والسيد الكاظم يعرف جيدا بصفته السابقة وبصفته الحالية باعتبار كان رئيسا لجهاز المخابرات ويعرف كل صغيرة وكبيرة في ساحة التحرير. وهنا أنا شخصيا لا يعفى السيد الكاظمي مما يحدث الآن، وعليه أن يدلو بدلوه كما قال السيد وزير الداخلية ويوضع النقاط على الحروف، لأنه سيصبح مصير الكاظمي حاله حال مصير عادل عبد المهدي وترمى جميع التهم في سلة الكاظمي إذا لم يدلو بدلوه. دكتور فتاح، والجهات معروفة تتوقع دولة رئيس الوزراء يكشف عن الجهات الداخلية بساحة التحرير على حسب قولك اللي هي تابعة إلى أحزاب؟ حاليا لا يتمكن. شنو السبب؟ لأسباب، هو طبعا لا أريد نسبق الأحداث، لكن أتوقع مستقبلا يتمكن الكاظمي إذا بدأت يقوى عوده وهنالك من يساعده في الأجهزة الأمنية والأجهزة المخابراتية، وإذا استقلت وزارتي الداخلية والدفاع وأصبح القرار حصرا بيده لا بيد غيره. مع احترامي للسادة الوزراء المحترمون، أنت لا تنسى أن السادة الوزراء جاءوا عبر محاصصة الأحزاب، والأحزاب هي نفسها الآن ترفض هذه التظاهرات، لا سيما الأحزاب المفسدة ولديها ملفات في الفساد والقتل. هي نفس الأحزاب التي قتلت من شهر العاشر 2019
حتى الآن ملف القتل المتظاهرين تتورط به الأحزاب المفسدة التي جثمت على صدر العراق منذ 17 عام. تمام دكتور يوسف، أكو سيطرة للأحزاب اللي ذكرها دكتور فتاح على مداخل ومخارج ساحة التحرير، بما أنه أنت بساحة التحرير؟ يعني هي بطبيعة الحال يعني هذا المظهر اللي موجود في ساحة التحرير يتحمل وجود مثل هكذا يعني جماعات، لكن أنا أقول ما يصير يعني نختزل هاي الصورة كلها وهاي الحالة كلها من الاجتماعية والثورية ونخليها معلقة لأنها مخترقة. زين. يعني أعظم ما يصير بيها ما يقدر بي يعني حتى الحزب إذا دفع فجهة معينة موجودة فيها التظاهر ما حيدفعها إلى أنه يقدر يحمل سلاح ويتوجه إلى القوات الأمنية، ما يقدر يسوي. أنا مو هنا، أنا ما أريد أنفي أنه عدم وجود أشخاص بالساحة، أكو موجودين بعض الأشخاص زين يأثرون عليكم، ماكو هذا التأثير اللي ممكن نقدر نطلع بالإعلام ونظل نكرر هاي المسألة. هاي مسائل بثتها بعض القنوات تريد تشوه بها هاي القضية، قضية التظاهر وحقوق الناس. زين. لكن أنا عندي فت تعليقات بسيطة. تفضل. يعني إحنا كمتظاهرين وكصحفيين موجودين في الساحة لازم نكون منصفين وحياديين. نعم. وهذا الكلام أيضا المتظاهرين يعني أخوتي اللي موجودين. نعم. الآن صارت مرحلة أخرى انتقالية بصراحة. يعني الآن ما نريد نتحدث السيد الكاظمي الآن بهذا الإعلان عن هؤلاء وبهذه الجرأة، يعني الآن وزير الداخلية يقول رائد، وهذا كلام يعني شجاع حقيقة من يقول رائد ويقول ملازم، قوة وجرأة، وهناك يعني عزم على أنه يريد الساحة تفرغ من هاي المظاهر التعبانة، نريد نسميها هيك بلهجتنا. زين. احنا نريد نفصل بين الكاظمي السيد الكاظمي وبين عبد المهني، لازم نفصل، احنا ما نقدر نخليها بمحمل واحد، مستحيل. ليش؟ لأن السلوك اللي كان في زمن عبد المهدي سلوك صعب الآن مثل ما تفضل سيادة اللواء أنه نقدر نختزله بقضية صارت تحقيقات وصارت ضباط، لا، هناك قناص، من المسؤول عن القناص؟ أنا في وقت عادل عبد المهدي، نعم، هذا موبايلي، أنا في 21 في ساحة الطيران بدون أي تصعيد، جمعانا في مكان واحد 50-60 واحد وبدأ الإطلاق. زي. ومو من واحد واثنين، اطلاق جمعي من القوات الامنيه، تصور يمكن كان رد سريع او كذا، اطلاق دخانيات ورمي حي، بعدين انتقلنا الى جمله العصبيه، وهاي شهداء اكو، شهداء وقانص، وقانص هناك قرار. زين، هذا الان انا ما اقدر اقول عليه قوات امنيه، انا كمتظاهر انا الان اريد اعرف هؤلاء من ذولي اللي تحكي عليهم. نعم. برايك بانه راح نوصل الى مرحله ويتم محاسبتهم وكشفهم وكشف أسماءهم بظل الأوضاع والظروف الحالية؟ نعم. اللي ديمر بها العراق وأيضا الضغوطات. زين. اللي ديواجهها دولة رئيس الوزراء، إذا صار تكاتف حقيقي وتعاون حقيقي، وهذا الكلام أيضا للمتظاهرين، إذا صار هناك جدية في التعاون مع الحكومة الحالية مع السيد الكاظمي ممكن. كيف؟ زين. ممكن السيد الكاظمي، وهذا الكلام يعني قد العراقيين ما أدري يدرون بيه لولا، السيد الكاظمي يحتاج إلى الأدوات، أدوات إظهار الحقائق. إحنا كعراقيين الآن ونأسف لهذا الكلام ما عندنا ثقة أنه موجودة هاي الأدوات. مثلا يعني إحنا عندنا 600 شهيد بالدرجة الأولى، يسلط ضوءك على القضاء العراقي، هل يمتلك الجرأة الآن القضاء العراقي؟ هل يمتلك حظوظ السيد الكاظمي في القضاء العراقي للكشف عن هوية القاتل؟ وهذا السؤال لازم نسأل. احنا كمتظاهرين احنا عندنا مرحلة اخرى الان، انا نوهت عنها في بعض الوسائل، مرحلة اخرى انه نوجه التساؤلات الى القضاء. 600 شهيد، شنو موقف القضاء منهم؟ هاي الاداة اذا الان احنا دفعنا بها كمتظاهرين وصدق يعني خليناها تتجرد وتوصل انها اداة حقيقية لبناء بلدان، ممكن بذاك الوقت. انتوا حاليا عندكم ثقه بالقضاء العراقي كمتظاهرين؟ لا لا، مو انا هسه الان، مو انا هسه شرحت لك الان، انت من يجيك واحد من الخارج عليه ملفات فساد ويطلع بظرف يومين، شلون انا تريدني اثق؟ ومن يجيك واحد متظاهر شايل علم لحد الان مغير، ما عندكم ثقه، هاي مشكله كبيره. لا لا، احنا ما عندنا ثقه مو بس بهاي الفعاليه، فعاليه عذرا يعني، وللاسف نحكيها كعراقيين الان في 2020. زين. احنا ما عندنا ثقه بفعاليات اخرى سياسيه، احنا الان ما نمتلك ثقه الان في البرلمان العراقي اللي موجود،
أنا كمواطن عراقي أتحدث عن هذا الشيء. إحنا طالبنا في الدوائر المتعددة. الآن البرلمان وطلع قبل يومين على أحد الشاشات التلفازية العراقية وقال إحنا الآن متفقين وعندي تواقيع من الكتل حول الدوائر أنه جعل المحافظات كل محافظة دائرة. طيب وهاي الناس اللي طلعت وطالب الدوائر المتعددة في المحافظات عدد من الدوائر المتعددة شلون تريدني أثق بيك أنت؟ تطلع على الشاشة وتقول أنا مع المتظاهر وأنا مع مطالبة وهذول أبنائنا وبالتالي أنا مصادر جزء من حقوق ناطياك على مود تخدمني، وإذا تلتف علي وتيجي تريد تطلع صادر لي قرار مدعوم من شعب ومن مرجعية وهي قالت المرجعية حقوق وصراع مع هذه الثكنات السياسية، كيف الآن تريدني أثق بالبرلمان؟ أنا كمواطن خلي يسمعني العراقي وعذرا يعني من وللأسف يعني وصلنا إلى مرحلة أنه ما عدنا ثقة الآن لا في برلمان عراقي ولا في معظم السياسيين العراقيين ولا للأسف وهذا خطير جدا ولا في القضاء العراقي لأن هناك شهداء منذ 9 طيب أشهر لم يكشف عن قاتليهم. والقوات الأمنية؟ القوات الأمنية أنا كمتظاهر وهذا للتاريخ أنا واقف في التحرير أشاهد القاتل واقف بصف قوات أمنية، منو هذا الملثم الواقف في قوات أمنية؟ هذا جزء من المنظومة الأمنية؟ إذا كان جزء من المنظومة الأمنية فنظرية حصر السلاح لدى الدولة ما تفيد ولا توكل خبز لأن موجود هو أصلاً في الدولة. إذا كان لا عصابات وجهات أخرى هاي لازم يتم الكشف عنها. شلون يكشف عنها؟ هاي نتأملها ونطلبها من السيد الكاظمي. أتكم ثقل أو ما أتكم؟ يعني الآن بهذه البادرة من السيد الكاظمي والله يعني وقبلها طبعاً أكو خطوات جدية من السيد الكاظمي مثلا اللي التوجه الى المنافذ الحدوديه لا هذا جيد احكي لي لا نطلع لا نطلع خارج الموضوع هذا لا بشيء على التحرير انت حاليا كمتظاهر هذا عزيمه هذا عندك ثقه انت كمتظاهر انت كيوسف الخفاجي كناشط مدني ومتظاهر بساحه التحرير عندك ثقه بالقوات الامنيه اللي متواجده بساحه التحرير لو ما عندك القوات الامنيه نعم اللي موجوده في التحرير نعم. مستحيل ما عندك ثقة؟ الآن أنا أطالب من السيد الكاظمي والآن السيد يحيى رسول يعني المحترم موجود أطالب من السيد الكاظمي لكي نتعاون ونتشارك في صناعة بلد أطالب منه حماية قصوى لساحة التحرير بالذات ساحة التحرير ساحة التحرير نخشى على الناس اللي موجودة بها من القوات الأمنية اللي يعني نتمنى بما أنه هي حفظ نظام يعني اللي موجودة وهذا شيء طبيعي وسهل الآن صار استبدال القوات فنتمنى الآن ونرجو من السيد الكاظمي أن يأمن لنا الساحة ليش؟ على مود نساعد في إنتاج فعالية أخرى ونفرض أدوات أخرى نخليها بيد السيد الكاظمي نمشي وياه ونسير بيه إلى خطوات لواء يحيى من الممكن أن يتم تغيير القوات الأمنية اللي تحيط التحرير كان نشوف احنا القوات الامنيه خاصه اللي قرب ساحه التظاهر انا ما اقدر اجيب مثلا قطعات جيش اخليه بساحه التظاهر ليش الجيش مو مهمته يعني شلون يتعامل ويا المتظاهر المقاتل كجندي او عسكري او جيش ما يعرف يتعامل ويا متظاهر انه مثل ابو مثلا مكافحه الشغب معذره سياده اللي هسه الموجودين دا يعرفون يتعاملوا ويا المتظاهرين يعني انا المعلومات اللي عندي واللي ادري بها انه القوات هذه قوات حفظ القانون اللي موجوده هذه قوات مدربه على كيفيه التعامل مع المتظاهرين شوف موضوع تدريب قوات مكافحه الشغب او ما خلينا نقول قوات كيف تتعامل مع المتظاهرين هذا مو فقط انه بتجهيزات اولا يراد له تجهيزات خاصه اثنين يجب ان يكون يعني التدريب النفسي شلون اعد اعداد نفسي نملك هذا الشيء ادنى بس نحتاج بعد اكثر اقول لك يا بصراحه انا شلون اعد هذا المنتسب اللي هو في قوات مكافحه الشغب وقوات حفظ القانون اعد اعداد نفسي انه شلون يتعامل ويا المتظاهر ليش يعني مثلا هذا الاعداد النفسي ممكن انه يجي واحد مع احترام يعني بتظاهره في اي مكان اخر وجاء على هذا الجندي او المقاتل الموجود ممكن يغلط عليه ممكن يضربه ممكن يسبه ممكن اعد اعداد نفسي بحيث انه يتحمل كل هذا وما شنو يتصرف تصرف اخر وهذا هو مو فقط على المقاتل يعني المنتسب الضابط ايضا الموجود امر القوه الضابط كلهم هذول يعدون اعداد نفسي كبير بحيث توصل الى مرحله انه يعرف شلون يتصرف في كل الطرق لو نجي نعطي مثل نعم فد مثل بسيط فرنسا ما صارت فيها المظاهرات مال يسموهم
حتى في لبنان الصفراء الصفراء الستر الصفراء اللي هم عمال بلدية النظافة وغيرها، يعني قوات مكافحة الشغب وغيرها، شلون كانت تمتلك تدريب نفسي عالي. التدريب هذا مهم جدا للإعداد النفسي، والموضوع أنه أنا أجيب موضوع أنه أدي القطاعات وأجيبها بهذه القطاعات بهذه بسرعة وبدون إعداد نفسي وبدون كل ما تحتاجه من أدوات. أكو شيء مقترح موجود؟ موجود هذا التدريب إحنا دلنا. لأن هسه هاي القوات هي نفسها من 1-10، لكن تقول لي والحد الآن إذا تسمح لي، إذا تسمح لي إحنا إذا لا كان قبل موجود مكافحة الشغب ذكر 1-10 وديش الفترة، بعدين استبدلت بقوات بالبداية قوات عسكرية، بعدين استبدلت، يعني الرد السريع كان موجود، اي بعدين استبدلت كلها طلعت طوارئ بغداد كان موجود، اي بعدين استبدلت كلها بقوات حفظ القانون. هذه القوات أعدت لأن وتم تدريبها وتجهيزها فيما يخص التعامل مع المتظاهري. لكن تقول لي اليوم أنا أطلع بحفظ القانون وأجيب قطاعات عسكرية، خلينا نفرض أجيب فوج عسكري وأمسكه إنه اعطوني شباب دكتور فتاح الشيخ خليه داخل ويانا بالموضوع. إذا الجندي والمقاتل ما مدرب على كيفية التعامل مع متظاهر، مدرب انه شلون يقاتل، نعم، يروح على عدو، نعم. فهذا انا ما اقدر استخدم قطاع الجيش اخليها، نعم، وحتى قوات الشرطة الاتحادية اللي نجي عليها هم ما مدرب على كيفية التعامل مع المتظاهرين، مهمتها طيب. قتالية، لكن اكو قوات اللي هي يسموها مكافحة الشغب أو قوات حفظ القانون هي مدربة على كيفية التعامل مع المتظاهر. طيب سيادة اللواء، نعم، يعني عفوا يعني ولو ناخذ من الأستاذ يعني هي هاي الآن قوات حفظ النظام، نعم، وإذا بي عدى بندقية صيد بسيارته الخاصة وهو رائد صار له 16 سنة هذا السلك. يوسف أخوي يوسف مو يوسف إن شاء الله 16 سنة إذا تسمح لا طلعت 12 لا 12 إذا تسمح لي. هذا قال عنه سيد وزير الداخلية، هذا تصرف فردي مو تصرف، يعني كل هاي التصرفات موجودة تصير كلها فردية من بداية الأحداث من 1-10 وإلى حد كلها فردية. لا أنا بدأ نقول كلها فردية، أنا ما قلت كلها فردية بس مو قال يوسف أكو بعض الحالات أشرت لدينا زين. وزيدك يعني أزيدك معلومة أخرى، يمكن اليوم دكتور هشام في المؤتمر الصحفي، نعم، وحتى قال أنه التحقيق أيضا مستمر ب الحالات الأخرى اللي صارت من 1-10 إلى هذه الفترة اللي هي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد يمكن تقريبا أو 600 أو 500 شهيد، يعني هذه اللي سجلت 800 شهيد. وأكو بالمناسبة أكو يعني بعض الجثث ما لحد الآن ما تم التعرف عليها. سيادة اللواء خلي أنتقل الدكتور، لازم بس أوضح هاي الشغلة، نعم، البندقية والصيد يمكن مرات واحد يسمع بندقية الصيد عبالهم هاي البندقية الهوائية وغيرها، لا هي انتشرت، هي سموها بالعامية عندنا نسميها البمبكشن إذا سمعنا بها، هاي اللي هي خرطوش، نعم، هذا ما يستخدم في مكافحة الشغب، هذا ما يستخدم في مكافحة أو مكافحة التظاهرات زين. هاي موجودة وتم استخدامها وطلعت سيد وزير الداخلية وقصروا الرائد والملازم والمنتسب وفق المادة 406 على أليف أو على واحد اللي هي قتل متعمد ويوصل حكومة إلى الإعدام. تمام سيادة اللواء. دكتور فتاح إذا تسمح لي يوسف، دكتور فتاح، المغيبين والمخطوفين والمعتقلين برأيك مصيرهم شنو راح يكون؟ أنت كسياسي مستقل شنو راح يكون مصيرهم ذول الشباب؟ ما ادري، احنا انطفت عندنا الكهرباء، اكو اتصال بيني وبينك لو لا؟ تمام اسمعك دكتور فتاح، اسالك على المغيبين والمخطوفين والمعتقلين شنو مصيرهم برايك ومنو مسيطر عليهم؟ واكو تدخلات من قبل الاحزاب او البعض من المجاميع المسلحه بشان اختطافهم او اغتيالهم او اعتقالهم؟ سيدي الكريم، أنا حقيقة قبل الإجابة على سؤالك بصريح العبارة، وهذه الدعوة راح تكون دعوتي مبطنة بها جانب غير معلن على السيد رئيس الوزراء والقوات المسلحة العراقية بدءا من الداخلية والدفاع أن يأخذون تعهد خطي من كل ضباطهم ومنتسبيهم على أن يعملون مستقلين دون التواطؤ أو العمل مع الأحزاب
السياسية الحاكمة في البلد. زين. لأنه نحن نحتاج إلى وزارة دفاع وداخلية مستقلة فعلا تأخذ أوامرها من الوزراء وتأخذ أوامرها من السيد القائد عام القوات المسلحة. ليش من ده تأخذ أوامرها؟ تسنى لنا معرفة ما يحدث الآن بالشارع العراقي، هل هي فصائل مسلحة، هل هي أحزاب وتدير القتل ورح القتل والدم بأيادي وبسلاح الدولة؟ هذا جانب. جانب ثاني، ما يحدث الآن من خطف في ساحة التحرير وتغييب لشخصيات وناشطين، احنا المفهوم العام هي المسؤول عنا الدولة في الدستور، لكن انا شخصيا ابرئ ساحة الدولة، لان الدولة ما عندها استعداد يخطف ضم بسجن عنده سجن شخصي، هي عندها سجون ومعتقلات معروفة، لكن اكو بعض المخطوفين طلعوا من سجون بصدر القناة وبقراجات وبمزارع وبساتين كانوا مخطوفين. هذه هل هي تابعة للدولة؟ هنا سؤالي للسيد الكاظمي. زين، احنا مو دولة يقولون دولة كاميرات وانترنت وقمر صناعي ومخابرات وامن، ما يعرفون يعني ما يعرفون هذا الشخص من كان مخطوف بصدر القناة ومذبوب بمزرعة؟ ما يعرفون هاي المزرعة المن؟ شنو هاي المزرعة؟ شنو سيد الكريم تحدث لي شيخ في صفوف الاجهزه الامنيه، تحدث لي عن الاحزاب المزرعه اللي تحكي عليها، الكتل السياسيه، شنو هاي المزرعه اللي تتحدث عليها انت؟ اخي معتقلين طلعوا ونقلوا لنا واقع حال انه كانوا معتقلين هم بمزارع مو بدوائر حكوميه، وطلعوا مكسرين رجليهم بهنقرانه ومشرعين ظافرهم وصوروا لهم افلام اباحيه من مزارع افتهمني، يعني مو دوائر دوله حكوميه، لا سجن ولا معتقل. منو معتقلهم؟ مزارع. شنو هاي المزارع؟ منو المعتقلهم؟ احنا سوينا امنيه، نجيب المعتقل لو عصابات لو مجاميع مسلحه علني طالب بحقوقه، تاخذه بليله ظلمه بسيارات تاهو السوداء، تاخذه الى مزرعه بصدر القناه وتركه بالليل الساعه بالثنتين بالليل بصدر القناه ورا 20 يوم من التحقيق. دكتور ذولي منو اللي دي يعتقلون بالمتظاهرين ويودوهم لهاي الاماكن؟ مجاميع مسلحه، قوى امنيه، شنو ذولي؟ عصابات؟ اصحاب القرار يعرفون منو قابل. انا عندي كاميرات وعندي قمر صناعي، اكو عندنا دوائر امن ومخابرات واقمار صناعيه وتصوير، يعرفونهم واحد واحد، بس ليش ساكتين ما ادري. شنو ينتظرون؟ منو يوسف ذولي؟ يعني المفروض. نعم. المفروض يعني انا البارحه كنت اطلع بس من رخصتك هاي خارج البرنامج. نعم. كنت اطلع على عمليه التحقيق بين المواطن احمد من الدجين، وكان برزان التكريتي جاوبه بالمحكمه يقول احنا ما عندنا هيك سجون ومعتقلات. هذا نفس الحكي، السجناء اللي كانوا بزمن صدام ينسجون بدوائر غير رسميه و20 سنه وماتوا وما حد يدري بيهم. الان البارحه كنت اتابع محكمه قديمه برزان انسان اشطوله يقول له ما عندنا هيك دوائر، احنا عندنا سجون مكيفه، عندنا قاعات. هسه نفس الحاله سيدي الكريم، نفس الحاله، ارحموا هذا الشعب. يعني بالامس انتوا كنتوا تعيبون نظام صدام لين يضطهد العالم، والان بعد ما جيتوا استلمت السلطه الان تضطهدون العالم بنفس الادوات؟ هذا مو صحيح استاذ. لا تسمح لي، أنا بعد مشاهدتي للفيديو للسيد رئيس الوزراء في في مطار المثنى حول أنه أكو معتقلين أو من المتظاهرين، حقيقة استغربت يعني صراحة. يعني ليش؟ لأن الآن هم في التوقيفات مو في هاي السجون، أكو بعضهم في التوقيفات. مراك الشرطة تقصد؟ يعني هيك شيء، لجأت إلى أصدقائي اللي موجودين في الساحة والجروبات. الآن أنا مجرد نص ساعة قدرت أحصد 15 اسم، هذول الآن أسماء. اسمع دكتور فتاح، اسمع متظاهرين ما موجودين، بحثوا عن آخر شيء هذا الصحفي التميمي توفيق التميمي اللي طلعت زوجته مع السيد رئيس الوزراء، قل أنا ما أدري وين زوجة. هذا واحد. اثنين، أرسلوا لي بعض الأسماء يقول ذولا أصلاً لا بالسجون ولا بهاي المكانات، يقول ذولا في مقر وزارة الداخلية ومكافحة إجرام بغداد. هذا هم لازم نسأل عنه. ذولا أسماء، أربع خمس أسماء معتقليهم بيوم 19-19. هاي التساؤلات كلها وهاي الأسماء
يعني المنطق يفرض فت قضية. أفضل شخص للإجابة عنها من؟ السيد رئيس الوزراء. ليش؟ لأن هو قبل ما يكون القائد العام للقوات المسلحة وقبل ما يكون دولة رئيس الوزراء الجهة التنفيذية الأولى، هو الرجل يدير جهاز المخابرات. جهاز المخابرات يا أخوان يعلم بالمعلومة الداخلية والخارجية. احنا قبل سنتين سمعنا عن عملية نوعية في سوريا، القبض على بعض الشخوص الإرهابية بمساعدة المخابرات العراقية. زين. فكيف إلى الآن لم تظهر هذه الحقائق من السيد دولة رئيس الوزراء؟ احنا هاي نحتاج، احنا كمتظاهرين يعني نريدها من السيد رئيس الوزراء. أول شخص نريدها من السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم، هو الجهة الأولى التي يمكن أن نتواصل معها. كلام دكتور فتاح سمعت أنت وسمع سيادة اللواء، قال بأنه مثل قبل ما تغير شيء، نفس وقت قبل. مو دكتور هيجي كان كلامك؟ دكتور لا، أنا بس أكو ملاحظة. قبل أيام أنا أسراني لقاء السيد رئيس الوزراء بأسرة الإعلامي العراقي المعروف توفيق التميمي. نعم. توفيق التميمي هذا شخصية وطنية وشجاع منذ زمن صدام حتى الآن. زين. صار له أكثر من 3 أشهر مخطوف ومضموم. زين. وين مضموم؟ لا دوائر الدولة تقول عندنا ونطلعه، لا هو عنده تهمة وحتى نقول يستاهل حتى يحكم يروح الله وياه، ولا الجهات الخاطفة تطلعه، ولا يقولون هذا هو انقتل سلموا ليله. هنا أنا سؤال لرئيس الوزراء المحترم، إذا توفيق التميمي عاجزين على أنه نطلع توفيق التميمي كناشط وصحفي وطني عراقي انخطف في وسط بغداد وضح النهار، ما تتمكنون تطلعونه؟ شو راح تطلعون 700 شهيد؟ يعني عجبي على الناشطة يوم وليلة لحد الآن هي واحدة من الثنية حرروها من الأمن. حشاكم أنا أريد أحكي حكاية شوية يزعل، تسمحوا لي بها ولا لا؟ تفضل خليه يسمعك. تفضل دكتور. أنا شوي على كيف احنا ايش عندنا؟ عندنا بالعراق دولة ولا دولة؟ عندنا دولة تشتغل اسمها وزارة الكهرباء ولا دولة؟ عندنا لا دولة، عندنا اهل المولدات، لكن اهل المولدات صاروا اصحاب سطوة على المواطن اكثر من الكهرباء. باوع لي، عندنا مستشفيات حكومية اسمها وزارة الصحة وعندنا مستشفيات أهلية. المستشفيات الأهلية تأدي واجب أكثر من وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية. عندنا تعليم أهلي وعندنا تعليم حكومي. عندنا وزارة الداخلية والدفاع وعندنا ميليشيات وفصائل مسلحة. الآن هذا المزج قايل راد لفصل، على حكومة الكاظمي أن تفصل الآن دكتور ما بين الدولة واللا دولة. اللا دولة اللا دولة اللي ده تقصد بيها أنت بالتحديد. الشعب العراقي ساهم بتغيير نظام صدام وجاب دستور. دكتور شنو هي اللا دولة؟ تفاصيل مسلحة. دكتور فتاح اللا دولة أنت كنت متدين وتقاتل اللي تقصد الشعب العراقي كله ساهم في إيجاد هذا الدستور، حتى خلى فلان وفلان يقعد على الكرسي. اللا دولة شنو اللي تقصدها؟ شنو تقصد بها اللا دولة؟ وضح لي. مجامع مسلحة، ميليشيات، شنو اللي تقصد بها هاي الكلمة؟ هاي اللي طلعت لها مفردات مبطنة الدولة العميقة والفصائل المسلحة والميليشيا، هذول اللي قاعدين يعني القاعدين خلف الوزير. أكو غرفة بالوزارة اسمها مكتب الوزير، وأكو غرفة ثانية بصف الوزير، هاي اللا دولة اللي تمشي أمور الوزارة. يمكن ربما السيد اللواء يزعل أو السيد الوزير يزعل أو السيد الكاظمي راح يزعل من هذا الكلام، لا ترى هذا الكلام مو هسه بزمن الكاظمي، قبل 4 دورات اكو وزارة واكو لا وزارة، منو قاعد يمشي الوزارات؟ منو جاي يمشي الوزير الآن؟ يعني السيد رئيس الوزراء اللي يمشي الوزير؟ خلينا نكون واقعيين. بعد منو يمشي الوزير؟ غير يكون مرجع رئيس الوزراء دكتور، منو يمشي الوزير الآن؟ لا، لا تمشي الكتلة جابته. تمشي الغرفة الثانية اللي بصف غرفته، توقع العقود وتوافق على عقد وترفض عقد حتى لو كان هذا العقد أفضل عقد بالنسبة للعراق، هم ترفضه. زين 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 دكتور، هاي في دوائر الدولة، هاي الغرفة اللي تتحدث عليها أنت، هاي مؤسسات لا دولة، عليها تأثير على المتظاهرين، أثرت على المتظاهرين، كانت سبب بقتل المتظاهرين. عندما تصل مستوى الدولة إلى دولتين في آن واحد، نعم تؤثر، تقتلك أنت وتقتلني آني
باسم خروج عن القانون وتلبسنا تهم وتصورنا افلام وتسقطنا في نظر المجتمع وبعدين تطلع لك صوره. انا اسالك سؤال، انا صار لي هذا الشهر صار لي 25 يوم على التوالي والكل يعرفون، نعم، ناشط انا متمكن على صفحاتي في الفيسبوك، صفحاتي ثلاثه انشالا صار لنا شهر تقريبا، تجيني رساله يقول لي خليها بالصفحه ولا بيك شخصيا. هاي عملية إسكات الصوت الوطني العراقي التي حدثت مؤخرا مع هشام الهاشمي وغيره وغيره، هذولا ما يتمكنون يواجهونا إلا بهذه الطريقة. نعم هؤلاء هم الآن الموجودين في مصر يا طريقة تقصد طريقة القتل، وأنا لا أشكك بما قاله السيد اللواء. دكتور نعم، أي طريقة أي طريقة تشتغل دكتور وضح لي، وكو شرطة اتحادية وكو جيش أي دقيقة، لكن الذي يخترق العملية الأمنية هي الفصائل الغير رسمية والغير شرعية. تمام تمام دكتور. سيادة اللواء وقت ما عندي، كلمة أخيرة لجنابك. لا أنا بس يعني دكتور فلاح يعني فتاح العفو، أنا ياش يعني أعرفه من زمان، من كنت أنا ضابط استخبارات على مدينة الصدر وأمر فوج وأعرفه وأعرف روح الوطنية حقيقة، أنا حي هاي الروح الوطنية الموجودة بي. بس أنا أريد أطمئن أنه المؤسسة العسكرية العراقية ليس فيها تحزب، ما عندنا حزبية، واحنا كليتنا حتى من اشتغلنا. تقصد المؤسسة العسكرية؟ اقصد الجيش لوزارة الدفاع. نعم انا احكي على الجيش وايضا وزارات اخرى، لا مو اقول فقط، ايضا وزارات اخرى، لكن انا اتكلم عن الجيش خاصة ووزارة الدفاع حقيقة. وايضا اليوم انا اعتقد يعني السيد وزير الداخلية من سلم وزارة الداخلية، اكو تغييرات هواية صارت في وزارة الداخلية، لكن انت ما تقدر في ليلة ويوم تغير هواية امور، تحتاج الى وقت. انا اطمن يعني باختصار الجميع، باختصار انه المؤسسة والمنظومة العسكرية والمنظومة اللي موجودة بها ضباط اكفاء وطنيين مهنيين، وحتى اختيارات السيد رئيس مجلس الوزراء السيد القائد عن القوات المسلحة، نعم، للقادة العسكريين والوزراء وكل اللي جوي، هم يعني غالبية اللي جو معظمهم هم لديهم تاريخ مشرف. نعم أنا أشكرك. فأعتقد أنه المنظومة العسكرية والمؤسسة العسكرية والمنظومة القوات المسلحة العراقية هي قادرة على أن إن شاء الله تحمي. نتمنى هذا الشيء، أكيد نتمنى هذا الشيء. والقرار هو قرار من السيد رئيس الوزراء وينزل إلى مفاصل الوزارات الأخرى. تتوقع القادم أفضل لمتظاهري ساحة التحرير؟ إذا بادر باختصار جدا. نعم، إذا بادر السيد رئيس الوزراء مثل هذه المبادرات الجيدة حقيقة بالإعلان عن هوية القاتل وأعلن عن هوية قاتل 700 شهيد، أتوقع يصير تعاون مشترك بعد ما يكون هناك حماية جيدة للساحة. أتوقع أن ننتقل إلى مرحلة أفضل وخطوات أخرى أفضل. ولا تنسون أنه إحنا الآن ما نريد نبقى بهاي الحالة من العبث والكذا، هم عندنا مراحل متقدمة، نريد نشرب دماء جديدة في العملية السياسية. فنتمنى ونرجو من السيد دولة رئيس الوزراء أنه يكون جدي أكثر في قضية الكشف عن هوية الطرف الثالث ومن قتل الناس لكي نعبر بالعراقيين والعراق. شكرا إلى شكرا العراق. لك وشكرا إلى السيد اللواء يحيى رسول، وأيضا شكرا إلى الدكتور فتاح الشيخ. معيار الرضا بالعراق صار ساحة التحرير. إذا ترضى عليكم ساحة التحرير يعني الشعب رضى عليكم والعاقل يفتهم. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قريب منكم. قبل ما أختم أبارك إلى الشعب العراقي وأقول له كل عام وأنتم بألف خير، ونبقى متمسكين بالأمل، وإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى يخلصنا من كل الفاسدين اللي موجودين بالحكومة العراقية، ويبقى أمنا بالله كبير جدا. ألتقيكم إن شاء الله بالخميس القادم. أترككم بأمان الله.